السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والنعيم. أخوتي أخواتي، الموضوع ديالنا اليوم حول الفيسبوك شوب. كما كتعرفوا باللي صاحب الفيسبوك قبل نهار خرج بواحد التصريح ديالو في واحد اللايف باللي أنه هذا العبقري هذا قام بإنشاء واحد الفكرة جديدة اللي هي واحد الموجة كبرى وواحد صدمة كبرى في المجال ديال التجارة الإلكترونية، والتي ستحدث نقلة نوعية في هذا المجال. أشنا هو الفيسبوك شوب؟ كما كتعرفوا باللي الفيسبوك صاحب الفيسبوك دار هذه الخاصية هذه باش يمكن المستعملين ديالو يقوموا بشراء وبيع المنتجات عبر هذه المنصة. كيفاش يبيعوا هذه المنتجات هذو؟ يعني صاحب المحلات الصغرى وصاحب أصحاب الشركات الكبرى وأصحاب المقاولات الصغرى بإمكانهم مع الفيسبوك شوب يحطوا المنتجات ديالهم في هذه المنصة هذه وينتظروا الزبناء اللي هما أكثر من 2 بليون زبون ديال الفيسبوك. هذا الترافيك المهول اللي عند الفيسبوك قرر باش يستغلو في هذه المنصة هذه اللي بالإمكان ديال أي زبون يولي مشتري. يعني 2 بليون كريديت كارد كتسنى المنتج ديالك يتحط في فيسبوك شوب باش ياخذو. مزيان. السؤال الآخر هو كيفاش يعني هذا الفيسبوك دعم، كيفاش صاحب الفيسبوك دعم هذه الفكره هذه؟ صاحب الفيسبوك كما كتعرفوا دار واحد بزاف ديال الشراكات مع شركات، يعني بعض الشركات العملاقه والكبيره في هذا المجال اللي من بينها شوبيفاي، ووكوميرس، بي كوميرس، شانل ادفايزر، كافي 24، اللي بدورهم غادي يعاونوا بزاف ديال المستعملين ديال فيسبوك انهم يكون عندهم واحد السلوك اللي هو ديال الراحه فاش او الثقه فاش غادي يشريو المنتج عبر هذه المنصه. كيفاش يشري المنتج عبر هذه المنصه؟ يعني ممكن يدخل المعلومات البطاقه الائتمانيه ديالو في المنتج اللي عاجبو في فيسبوك شوب وياخذ المنتج. يعني راكم كونيكتي في نفس الوقت قاضي الغرض. والسلام عليكم. قبل ما ننسى، إلا عجبكم الموضوع ديال الفيديو قوموا بالاشتراك في القناة، واللي عنده شي تساؤل يعني مرحبا، أنا مستعد نجاوب على التساؤلات ديالكم. وكذلك قبل ما نختم هذا الفيديو هذا كنقول لكم بلي هذا الفيديو نظري، والفيديو الآخر غادي نوريكم كيفاش تحطوا المنتج ديالكم في المنصة ديال الفيسبوك شوب. وهنا باش ما ننساش هاد العبقري ديال مارك زوكربيرغ كل مره كيفاجئنا بحاجات جديده، اللي خلاني نقول لكم القوله ديال ستيف جوب اللي كيقول فيها: طوبى للمجانين غريبي الاطوار المختلفين، من يرون الاشياء بشكل مختلف، ليسوا مغرمين بالقواعد ولا يحترمون الوضع القائم. يمكنك ان تستشهد بهم، تختلف معهم، تبجلهم، تذمهم، تتجاهلهم، لأنهم يغيرون الأشياء، يدفعهم الجنس البشري إلى الأمام، بينما قد يراهم البعض مجانين، نراهم نحن عباقرة، لأن المجانين في الدرجة التي تجعلهم يعتقدون أن بإمكانهم تغيير العالم هم من يغيرونه بالفعل. والسلام عليكم ورحمة الله.